انا جدا سعيد من ابا وعط طفل من ياخذ منتوجنا، فهذا فتفخر جدا انه قوي بانه احنا قدمنا شيء للطفل، لان هذا الشيء الطفل من يفرح بالايس كريم فتفرح حلوه احنا من نفرح من يمنا. احنا عندنا انتاج يومي تقريبا 15 طن من الانتاج مالنا، احنا نريد نزيد نسوي 150 طن في سبيل حتى هذا المنتوج مالنا نوزعه للعراق والزايد نسوقه للبلدان الجيران.